ننتقل الآن أعزائنا المشاهدين إلى الزميلة حنين الصباغ لتنقل لنا صورة ما يجري في أروقة منتدى الإعلام العربي في يومه الختامي. إذن تتواصل فعاليات منتدى الإعلام العربي، ومعي هنا الممثلة نور الغندور. أهلا بك نور. أهلا بك. كيف بتوصفي لنا تجربتك ومشاركتك اليوم بمنتدى الإعلام العربي؟ أول حاجة سعيدة وفخورة وبشكر كل الحضور. بصراحة هم يعني أثبتوا لي فعلا أن النهاردة أنا الحاجة اللي أنا قدمتها مؤخرا النجاحها شفته في عينيهم. يعني أنا بفتخر لما بعمل حاجة كويسة وبعمل حاجة بتنجح وبعمل حاجة بحس إن الناس حبها من قلبها فعلا. كل ما كنت بلف وبص عليهم ولاقيهم مبسوطين وبيشاركوني آرائهم بحس إن ده السكسس الحقيقي. كيف نور يعني أنت وجودك كممثلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، كيف بتتلقفي هيدا التواصل مع العالم مع الجمهور، أو بتفضلي مثلا لا دايما الإعلام التقليدي، أو أنه أنت بتفضلي تكوني موجودة على السوشيال ميديا أكتر؟ خبريني عن تجربتك بهذا الإطار. بصي، احنا ما نقدرش نستغنى عن الاعلام التقليدي طبعا، ولا دلوقتي في الوقت الحالي نقدر نستغنى عن السوشيال ميديا، فاكيد الاثنين بيكملوا بعض. يعني ده لي وضعه وده لي جوه، وده نفس الطريقه. السوشيال ميديا ليها مكانتها وليها وجودها وليها تاثيرها، والاعلام التقليدي طبعا يعني احنا من عمر متعودين عليه وليه برستيج كده معين. إذا بدنا نحكي عن التحديات يلي عم يمرق فيها عالمنا العربي، كيف بتشوف تسليط الضوء على هيدي التحديات عبر السوشيال ميديا؟ التحديات اللي هي من أنهي نوع بالضبط؟ يعني التحديات السياسية، التحديات الاقتصادية المالية، كيف برأيك عم بيتم تسليط الضوء عليها عبر السوشيال ميديا؟ يعني خلينا بعيد عن التحديات السياسية والاقتصادية، احنا خلينا في الفن، جايين نتكلم النهاردة في الفن. أنا بتمنى يعني دايما إن الحياة تبقى كويسة. أكيد دايما في ups and downs، في يعني طول الوقت في ups and downs، بس بتمنى دايما إن الحياة تبقى مستقرة، الحياة تبقى كويسة، الناس كلها تبقى بخير، الدنيا تبقى أمنة، وربنا يعم السلام على الجميع يا رب. شكرا لك نور، وشكرا لمشاركتك بهذه المداخلة، والآن عودة إلى الزملاء في الاستوديو.